فتاوى للجنة دائمة للبحوث العلمية والإفتاء. المجموعة الثانية، مجلد الأول، صفحة 323. سؤال: ما حكم مشاهدة وشراء أفلام الكرتون الإسلامية الرسوم المتحركة؟ فهي تعرض قصصا هادفة ونافعة للأطفال، مثل حثهم على بر الوالدين والصدق والأمانة وأهمية الصلاة ونحو ذلك. الجواب: لا يجوز بيع ولا شراء ولا استعمال أفلام الكرتون لما تشتمل عليه من الصورة المحرمة. وقع على هذه الفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: بكر أبو زيد، صالح الفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، عبد العزيز بن عبد الله بن باز. حرام 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 حرام.